اكيد يعني كل مباراه نعتبرها مباراه نهائيه وان شاء الله نحصد ثلاث جميع النقاط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما يحتاج. جماهير المنطقه الشرقيه معودين ما شاء الله انهم يملون الملعب، واليوم يعني ما ملوا الملعب ولكن كانوا في الوقت. البرشه ان شاء الله، ان شاء الله اكيد ان شاء الله.